عشان نحصل على الصورة احنا لازم ناخد او لازم نبعت الترا ساوند بيمز في اتجاهات مختلفة عشان استقبل منها ايكوز، وبالتالي ابني الصورة في او ابني الخطوط بتاعة الصورة زي ما احنا شفنا في البي مود. فاحنا ممكن نعمل سكاننج او ممكن نعمل يعني تغيير الدايركشن بتاع البيم ده بكذا طريقة. ابسط طريقة خالص هي ان انا اعمل الكلام ده بطريقة ميكانيكال، بمعنى ان انا يبقى في عندي كريستال، والكريستال دي انا احركها عن طريق ستيبنج موتور بحيث ان انا اخد دايركشنز مختلفه. بيبقى عندي زي ما انا شايف هنا كده الكريستال بتبعت في يعني هنا مره، وتفضل بقى تاخد كذا بيم كده في دايركشنز مختلفه بحيث ان انا اقدر اكون صوره تبقى فيها عدد كبير من الخطوط تديني بقى صوره كبيره او صوره فيها حاجات كتيره في جسم الانسان، يعني في اريا كبيره في جسم الانسان. عاده شكل البروب اللي بالشكل ده بيبقى عامل كده، بيبقى هو اصلا في الجزء ده بيبقى فيه فلويد عشان طبعا يعمل، يعني انتوا عارفين الالترا ساوند عامه لازم تنتقل في ميديوم، ما ينفعش انها تنتقل في فراغ، فلازم احط هنا لو حطيت هواء يبقى في عندي مشكله الحقيقه ان الانتقال يبقى فيه برضه ميس ماتش في الامبيدنس بين الهواء وبين الجسم. فانا عايز هنا يبقى فيه ووتر، والسيرفيس دوت يبقى برضه فيه ماتشنج بينه وبين جسم الانسان بحيث ان انا اقدر لما يطلع التراسونيك ويفز من داخل الترانسديوسر ده تنتقل من خلال الميه ومن خلال السيرفيس اللي هو كومباتيبل مع الجسم دوت، وتطلع يبقى في عندي efficient energy transfer من البيم دوت للايه؟ للجسم الانسان، عشان اقدر اخد صوره تكون شكلها قويه، يعني ما يبقاش فيها ضعف في الالتراسونيك بيم فيطلع لي الصوره الايكوز بتاعتها كلها ضعيف. الطريقه اللي بقت موست كومنلي يوز دلوقتي هي ان انا اعمل الكلام ده بطريقه الكترونيك. زي ما احنا كنا بنتكلم على الالتراسونيك ترانسديوسرز بيبقى في عندنا اراي اوف ترانسديوسرز، فاحنا ممكن نختار مجموعه من الاليمنتس اللي هنا دي وناخد بيها، يعني ناخد بيها مره خط هنا مره خط هنا وهكذا بحيث ان احنا نعمل سكاننج للاريا اللي قصاد الترانسديوسر. عامة هنلاقي في عندنا نوعين من الاراي ترانسديوسرز، في نوع بيبقى فلات كده بالشكل ده كده بنسميه لينير ترانسديوسر، وفي عندنا واحد برضو اراي برضو كل حاجه بيبقى فيه elements برضو هنا على السيرفيس ده بس بيبقى بنسميه كونفكس او كيرفي لينير. كونفكس او كيرفي لينير بيبقى عندي الكريستالز متركبه على حاجه زي يعني جزء كده او سيكتور من دائره يعني. فبالتالي لما باخد الصوره هنا بيطلع لي الصوره شكلها مستطيل كده بالشكل ده، لما باخد الصوره هنا بيبقى شكلها سيكتور زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. الحقيقه الاثنين فيري افكتيف وبيستعملوا هما الاثنين في تطبيقات كتيره، وطبعا الفلكسبيليتي بتاعه بناء الصوره فيهم والحصول على الصوره فيهم بتخلي الاستعمال بتاعهم اكتر شويه من الميكانيكال. ممكن اعتبر الميكانيكال ده التكنولوجي الاقدم شويه اللي بتستعمل قليلا دلوقتي لان هي مشاكلها كتيره شويه. اي حاجه فيها ميكانيكال موشن هنلاقي ان هي بعد شويه تبتدي يبقى فيها مشاكل، بالاضافه ان طبعا الحاجات اللي هي بقى يونيك للالترا ساوند ان ممكن يتكون بابلز داخل الفلويد اللي موجود عندنا في الميكانيكال ترانسديوسر هنا، وعاده دي تحصل. لما يحصل يبقى في بابلز هنا داخل الترانسديوسر بتبقى مشكله كبيره الحقيقه، ولازم البروب ده لازم يتفتح ولازم يعني يعاد تعبئه الفلويد دوت. الحقيقه بتبقى مشكله الحقيقه، ما تبقاش يعني وانس بقى في بابلز ما بيبقاش ممكن التصوير بيه بشكل يعني شكل سليم. فبالتالي بيبقى المشاكل الكتيره اللي هنا بتخلي دايما الناس تفضل انها تستعمل الكترونيك سكاننج. فالالكترونيك سكاننج بنستعمل فيه اري ترانسديوسر، الميكانيكال سكاننج بنستعمل فيه سنجل كريستال، والسنجل كريستال دي بنبتدي نحركها بطريقه ميكانيكال زي ما احنا شايفين هنا.